واحد صاحبي من الناجحين جدا في الحياة لما دخل الجامعة دور على الشباب اللي بتلعب رياضة والشباب اللي بتصلي في المسجد وصاحبهم. لما دخل الجيش كون صداقات واستغل التمارين ان هو يبقى أقوى وخس عشان كان مليان وصاحب الناس من الطبقات الاجتماعية المختلفة والتخصصات المختلفة، وقضى سنين الجيش تعليم وضحك وانبساط وطلع في منتهى الرجولة. ده اللي قال عليه أهالينا في المثل المصري الشهير، ترميه في البحر يطلع في بقه سمكة. الطبيعي انك لما ترمي حد في البحر يصوت ويلقي اللوم على اللي رماه ويغرق في شبر مية لأنه مش متعلم يعوم، لكن الشخص ده كان عنده مهارة من أهم المهارات وهي القدرة على التكيف. هو قادر على ملائمة نفسه مع أي ظرف والخروج من أي ظرف بأكبر انتفاع. عدو مهارة التكيف دي أنك تعلق اجتهادك ونجاحك على ظروف معينة غيرها أنا آسف مش هقدر أنجح، ثم تلقي أي إخفاق على الناس والظروف. التكيف ده مع الظروف المختلفة ترميه في البحر يطلع في بقه سمكة، ده وراه رضا عن أقدار الله وسعي في أي مكان ربنا يختار أنه يحطني فيه. ودي من أهم صفات الناجحين، بل هي سنة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الحفاظ على القيم والمبادئ والسعي لتحقيق المصالح أيا كانت الظروف. لو الدعوة لم يقبلها أهل مكة هنروح للطائف، لو لم يقبلوني وحدفوني بالطوب هروح لبلد على بعد 500 كيلو من بلد مكة اسمها المدينة وكمل دعوتي وحياتي وابدأ من الأول مع الناس. مؤمن بقدراته متأكد من عون ربه، وتبقى عامل حسابك ان الظروف هتتغير. لو الشغلانة اللي انت بتتمناها ما جاتش في التخصص بتاعك مش همد ايدي للناس، هشتغل اللي موجود وانا بدور على التخصص بتاعي بس هشتغل عشان ما مدش ايدي. لو ما جاتش العربية اللي بتحلم بيها اتنطط في المواصلات وكده كده هتنجز مشاويرك. لو اعز صديقة ليكي باعتك وقت الشدة تكيفي مع الاحوال. الناس الطيبة كتير ما خلصوش، واستثمري أخلاقك الطيبة مع حد تاني يقدرك وربنا هيعوضك إن شاء الله. سيدنا سعد بن الربيع وده من الأنصار، لما جه سيدنا عبد الرحمن بن عوف مهاجري، سعد بن الربيع قال له خد نص فلوسي ونص بيتي، قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. عارف لما واحد يقول بص أنا هروح أتشقلب، أنا بتكلم علينا إحنا، روح أتشقلب لغاية ما أقلب رزقي، قال دلني على السوق. فذهب إلى السوق ورجع في آخر اليوم وهو معاه فلوس من شقاوة وتعبه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، لأن ربي لسه باقي وخزينه هنا ولا هناك مليانة وكريمة. في غزوة الخندق بعد حصار القبائل الأحزاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة 45 يوم، هبت رياح شديدة فحس النبي بتغير في جيش الأعداء، فقال حد يروح يشوف لنا إيه الأخبار والدنيا كالتلج، قم يا حذيفة. فقام سيدنا حذيفة بعد ما شد ثيابه عليه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره حتى يرجع. راح سيدنا حذيفة بن اليمان قال فرأيت أبو سفيان يقف بين القوم وقال ولينظر أحدكم بجواره لعل فينا من غيرنا، بص كده حواليك ليكون في حد مش مننا. قال فبادرت صاحبي، بص شوف قد ايه عنده تكيف مع الوضع وسرعة بديها، قال فبادرت صاحبي قلت من أنت؟ سألوا على طول، فرد عليه فصاحبه اللي هو من المشركين ما سألوش، فإذا بأبو سفيان يقول إحنا ملناش قاعدة هنا، الهوى طير كل حاجة، إني مرتحل. فرجع سيدنا حذيفة بن اليمان اللي النبي اختار صح، هو عارف مين اللي يعرف يخش في وسط جيش الأعداء ويعرف الأخبار ويرجع. ناس كانت متمرنة، ناس كانت فاهمة، ناس كان عندها خبرات متراكمة مش بيغرق في شبر مية. فرجع لسيدنا رسول الله فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام. التغيرات اللي بتحصل في الدنيا بتحتم عليك انك تتعلم هذه السنة وهذه المهارة، التكيف مع الأوضاع، وده من الرضا عن اختيارات ربنا انه يغير الظروف حواليك. اول حاجة تعملها اعرف ان الدنيا مش باقية على حاجة ولا باقية على حد، والباقي الوحيد هو الله، فاعمل حسابك ان في تغيرات دائمة، دوام الحال من المحال. ثانيا خد بوصية سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، بالذات في بداية حياتك اتعلم تسويق ومبيعات وكمبيوتر، ما تعرفش بكرة ربنا يحطك فين عشان لقمة العيش. والناس المؤثرة عندهم كده مبدأ أنه بيتعلم كل شيء عن شيء لتخصصه، ويتعلم شيء عن كل شيء لعله يحتاج ليه. ولسان حالك بيقول لا تدري
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وعرف كويس إن أي تغيير ده من قدر الله، والمطلوب منك عبادتك هي رد الفعل مع هذه الأقدار، أن تتكيف معها بكامل الرضا، وخليك زي صاحبنا اللي ترميه في البحر يطلع في بقه سمكة. فاللهم قنعنا بعطائك، وردنا بقضائك، ومدنا بمددك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت.